تفكر في الماتش الاهم، الماتش الاهم اللي ده هيفرق مع نادي الزمالك كتير جدا، نكسبه يفرق مع نادي الزمالك. النادي الاهلي طبعا فرقه كبيره فلازم تحضر لها كويس قوي. وانا كنت اتمنى ان يحصل تدعيم لخط دفاع نادي الزمالك في الصفقات، في الصفقات الجديده على الاقل لازم اثنين مدافعين، لازم لعيب، لازم اثنين مدافعين يا كابتن، لازم اثنين مدافعين في الباكات، لازم كان لعيب ديفندر كويس في نص الملعب. دي اهم صفقات عندي، لان انت مهما هيكون خط هجومك كويس او خط النفسي يعني بتكمل مع المهاجمين كويس، لكن طول ما خط دفاعك مش كويس فانت دائما في خطر. وانا مش عايز الزمالك يبقى في خطر، ان احنا السنه اللي فاتت مرينا بموسم صعب جدا على جانب نادي الزمالك. فاتمنى التحضير الجيد من دلوقتي لمباراه نادي الزمالك مع النادي الاهلي، ويبقى نهائي كده يعني سوبر كده يليق بالفرقتين الكبار. وطبعا انا كراجل زملكاوي عايز الزمالك يكسب، المشجع الاهلاوي عايز الاهلي يكسب، لكن هيكسب دايما الاحسن. مظبوط، يعني هيكسب رغم دايما ان مباريات القمه مش دايما الاحسن هو اللي بيفوز فيها، يعني في مباريات الزمالك بيبقى افضل وبيخسر، في مباريات الاهلي بيبقى افضل وبيخسر. لا ده كان زمان، دلوقتي لا يا امير، دلوقتي بيتهيألي بيبقى في مؤشر يعني ايه تدريجي كده، لا بيبقى في كويس بيكسب. يعني زمان كان ممكن مثلا، زمان ايامنا او في جيل التسعينات ممكن انت مثلا ما تكونش كويس قبل ماتش الاهلي وتكسب، او الاهلي ما يكونش كويس، لكن دلوقتي في مؤشرات بتدلك على المكسب. دلوقتي كره القدم دلوقتي اتغيرت شويه، يعني كره القدم ستر دلوقتي، ستر عالي، تكتيك، ابتكار من مدير فني، ازاي توظف لعيبه، ازاي تغير طريقه اللعب اثناء اللقاء. تمام. فلازم المدير الفني يكون جاهز ومركز وشايف الماتش ومحضر الماتش. طيب بالنسبه يا كابتن، بالنسبه وانا هرجع برضو لمباراه الاهلي والزمالك تاني، ان هي طبعا هي المباراه الاهم خلال المرحله المقبله وهي الحدث بكل تاكيد، لكن في نفس الوقت عايز اتكلم على خط الدفاع بالتحديد وحضرتك اتكلمت عنه. هل في اسماء محدده لفتوا نظر حضرتك كنجم كبير في كره القدم ونجم سابق في نادي الزمالك في خط الدفاع في الدوري المصري، تتمنى النادي الزمالك يتحرك ناحيتهم، يقدر يلحق يضيف صفقات في الخط ده بالتحديد، سواء خط الدفاع او حتى في كديفندر في نص الملعب رقم 6؟ والله انا كان بيعجبني لعيب زيد اللي هو محمد اسماعيل، اعتقد لعيب محمد اسماعيل اترفضت، وفي بيكم احمد بيكم لعيب كويس رغم ان هو ما بيشاركش كتير برضه، بس لعيب كويس. في اسامه جلال، بس انا مش شرط يبقى يعني يبقى المدافع المصري، انت عارف الانديه بتبقى مش عايزه تحتفظ بلاعبها او بتقول ارقام عاليه، يعني ممكن اجيب برضه مدافع من افريقيا، مدافع من تونس، من الجزائر، من المغرب، ودول بيبقى عندهم ثقافه وفكر عالي في التكتيك وفي الاداء وكده. فدول المراكز اللي هم ناقشهم نادي الزمالك، اثنين مشافين مهمين جدا مع لعيب ديفندر، اعتقد الفتره الجايه ممكن مجلس الجاي يشتغل يعني عليهم، بس في حاجات اللي هي ماتشات الدوري، ان خلاص ده السكواد اللي احنا هنلعب بيه في السوبر الافريقي هو اللي موجود، هي الاسامي اللي احنا بنتكلم على الموسم بشكل كامل بقى. ما انا بتكلم على الموسم، ما انا عايز البدايه تبقى جيده، يعني مفهوم. يعني اكمل النواقص بتاعتي، لازم النواقص بتاعتي تبقى كامله، لازم استفاد باحمد محمود اللي تجبته استفاد منه، لازم استفاد بانتلاف محمد شحاته في نص الملعب، لان برضه حسام عبد المجيد مستواه مره كويس ماتش كويس وماتش مش كويس. اللصلوصي هو يمكن الوحيد، وعمر جابر مستواهم ثابت، لكن باقي خط دفاع نادي الزمالك محتاج لاعاده نظر. طيب